بعد كده عندنا الـ assignment operators، ودي بنستخدمها عشان ن assign values للـ variables بتوعنا. طبعا احنا كنا كل ده بنستخدم احد الـ assignment operators اللي هو الـ equal، لما كنا بنحط 10 في operand 1 او 33 في operand 2 والامثله اللي احنا خدناها قبل كده. في assignment operators تانيين زي الـ plus equal، minus equal، multiply equal، divide equal، modulus equal. الـ plus equal بيعمل add الاول او summation، بعد كده بيعمل assign value، minus equal بيعمل subtract، بعد كده assign، multiply equal بيعمل multiply، بعد كده assign، divide equal بيعمل divide، بعد كده assign، modulus equal بيحسب المودلس، بعد كده بيعمل assign. فلو احنا عندنا ثلاث ارقام int x equal 10، int y equal 20، int z equal 30، لو احنا قلنا ان z plus equal x يعني ايه؟ يعني z equal z زائد x، بيعمل الاول summation وبعد كده بيعمل assign، بعد كده بيخزن. طيب هي z زائد x بكام؟ z ب 30، x ب 10، يبقى 10 زائد 30 ب 40. حط ال 40 في z، يعني كده z هنا بقت ب 40. يعني انا لو جيت قلت print f وحطيت format specifier واديته z، هلاقي 40؟ فعلا لقيت 40. نفس الكلام ممكن minus equal، يبقى z equal z minus x، 30 ماينس 10 ب 20. عملنا الماينس الاول 20، بعد كده نعمل assign، نحط ال 20 في الزد، يبقى الزد ب 20. سيفنا ونعمل build run، هلاقي 20. نفس الكلام نطبقه في المالتيبلاي ايكوال، يعني هيعمل multiply الاول بعد كده يعمل assign. لو divide equal يبقى هيعمل division الاول بعد كده يعمل assign. لو المودلس ايكوال يبقى هيحسب المودلس الاول، يعني هيحسب المودلس الاول بعد كده يعمل assign. هنلاقي هنا مثلا زد مودلس اكس 30 مودلس 10، 30 على 10 بكام؟ ب 3.0، مفيش كسر، يبقى زد مودلس اكس ب 0، يبقى هيعمل اساين لزد ب 0، هيحط 0 في الزد. لو عملنا بيلد ورن هلاقي فعلا اداني 0. طبعا مش شرط كله استخدم الزد مع الاكس، ممكن الزد مع الواي، او اخليها الاكس مع الواي، وممكن اخليها مالتيبلاي ايكوال. ده كده معناه ان الاكس بتساوي الاكس ملتبلاي الواي. اكس في واي بكام؟ 20 في 10 ب 200. حط ال 200 في الاكس، يبقى اكس ايكوال 200. فلو جيت طبعت الاكس هلاقي فعلا ب 200 زي ما احنا قلنا.